أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام ضمن برنامج شو مشكلتك. اليوم حلقتي مخصصة لأتكلم فيها عن المرأة والهواجس اللي بتعترضها، خاصة بعد تخطي سن الزواج ونظرة المجتمع اللي بتكسر من كيانة كامرأة، وخاصة انه نحن النساء بطبعنا خلقنا حساسين. اللي بدي قلك اياه بهالحلقة المميزة انه الحياة مش عبارة فقط عن زواج، وكم من امرأة خاضت تجربة الزواج وفشلت بهيدي المؤسسة، وكم من امرأة صامتة خلف جدران باردة فقط لعدم هدم بيتها، وساد على حياتها الزوجية الملل والصمت القاتل. فأن يفوتك القطار خير من أن يدهسك وسط مجتمع لا يرحم وينظر للمرأة الغير متزوجة نظرة الشفقة ونعتى بمصطلحات غير لائقة بعيدة كل البعد عن الإنسانية والوعي والإدراك. أنا أؤمن بأن لا وجود لكلمة عنوسة في المجتمع، وإنما هناك امرأة عزفت عن الزواج لعدم وجود الشخص المناسب والاختيار الصحيح لشريك الحياة لم يتوفر بعد. لهيك بقلك اصنعي نفسك بنفسك، كوني سيدة أحلامك وطموحك، ما تخلي فكرة الزواج تأثر على أهدافك وأحلامك وتخلي محط تفكيرك هو الزواج. إن دخل هالحياة على حياتك الشخص المناسب اللي بيشبهك ومش اللي بيكملك، لأن الحمد لله نحن كاملين. وأنا ضد مقولة التكامل، أنا مع من يشبه تفكيرنا وأرواحنا وقلوبنا، من قادر على احتوائنا فكان به، وإن لم يتواجد فكمان كان به. ما تجعلي فكرة الزواج تيأسك وتدبل ملامحك لما تطلعي بمرايتك. صعب الإنسان يكون هو الاحتواء لنفسه، ولكن الأصعب إنه تكوني مع شخص ما قادر يفهمك ولا قادر يحتويك. لذلك بقلك اتعلمي، اشتغلي، ارقصي، غني، تفسحي، اكسبي مهارات جديدة ومتنوعة، مارسي رياضتك، وما تكوني فريسي للنوم والأحباط والملل اللي بيخيم على حياتك. يمكن أكتر شيء نحن بحاجة له السيدات الشعور بالأمومة، ولكن بدي أسألك سؤال، باعتقادكم هل اللي خلفت يطلق عليها أم فحسب؟ أكيد لا. نحن كأمهات بالفطرة، نحن منذ الصغر ما في مرة ما حملت لعبتها واعتبرتها بنتها وتهتم فيها وتسرح لشعراتها وكانت الام للعبتها. فاذا عاطفتنا بتشع بالحب والحنان والامومة التلقائية، ولكن من المهم لما تختاري الزواج تختاري الزوج الصح اللي حيكفي معك المشوار، اللي حتشيبي معه وتضحكي وتبكي معه مش تبكي بسببه، اللي لما تطلعي بمرايتك حتحبي حالك أكتر لأن حياتك مزهرة معه مش مخيم عليها الأصفرار والألوان الشاحبة. برجع بقلك إن وجد فأهلا بالزواج وأهلا بالرجل الصالح اللي بخاف الله فيك، وإن ما وجد في 100,000 شغلة تستاهل انك تعيشي لأجل الحياة وتحاربي فيها لآخر نفس، لأن أكيد ربنا ما خلقك لتكوني من العدم، وإنما خلق لك دور ورسالة لازم تكوني حريصة على إكمالها لآخر النفس فيك. وأنا بقلك من برنامج شو مشكلتك، أنت الحياة، أنت اللي بتصنعي الأمل، وما تسمحي لمجتمع متخلف يحكم عليك، بل خلي إنجازاتك تحكي عنك. أهلا بالأمل وبالتجدد، حان الوقت لصناعة أهدافك وأحلامك لتصير حقيقة. أنت المحاربة داخل بيتك وخارجه، ففكرة الزواج أو عدمه هي اللي مش حتحدد هويتك ومين أنت. لهون بنوصل لختام حلقتنا من برنامج شو مشكلتك، معي أنا كاتيا حفيظ، وإلى اللقاء.